قد يجتهدون البعض او في قضايا تسبب لهم الخلاف اللي هو اثم اكثر من حتى لو ارتكب الخطا اللي كان يرتكبه، لان الخلاف هذا والجدل والفسوق وبقية الأشياء التي قد نلاحظها أحيانا في الحج، وطبعا هذه قد تكون انطلقها نية طيبة، لكن لا شك بأن المناسك والعبادة ينبغي أن تكون مبنية على علم وليس على جهل، لأنه مسألة الطواف ومسألة السعي ومسألة رمي الجمرات ومسألة الوقوف بعرفة هذه كلها أشياء وقفية. نعم، صلى الله عليه وسلم فعلها وأمرنا أن نفعلها. قضية مسؤولية رجل الأمن، يعني في كل دول العالم مسؤولية رجل الأمن هو مسؤولية تطبيق النظام حفظ الأمن. في الحج هذا شهد به كل من ذهب إلى الحج ولاحظ بنفسه ممارسات وسلوك رجال الأمن، تعدت هذه الوظيفة، تعدت هذا الواجب، بل العكس، نجد بأن هناك أعمال يقوم فيها رجل الأمن وهو ينطلق من كما قلت سابقا من عبادة، من تقرب إلى الله عز وجل، من الإحساس بأنه يتعامل مع ضيف عنده في البيت، يتعامل مع حجاج هؤلاء جاءوا من مختلف أصقاع الأرض حتى يؤدوا المناسك هذه بكل طمأنينة بكل أمان بكل، وبالتالي تجده يساعد سن ويساعد الضال الذي ضل عن حملته ويساعد الفقير ويساعد من هو عطشان، يعطيه حتى المويه اللي كانت معه يعطيه اياه. بل وجدنا في بعض المشاهد بان رجل الامن يقف في الظل، يقف ليصنع ظل لاحد الحجاج من كبار السن. هذه اشياء يمكن الحديث عنها لا يشعر بقيمتها الا من شاهد بنفسه مثل هذه الامور او تصور عظم هذا العمل.